وقعت محافظة شمال سيناء وجامعة العريش بروتوكول تعاون لتأهيل المجتمع المدني بالمحافظة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي. ينص البروتوكول على التعاون لتفعيل وتطبيق الحصول على الشهادة وما يتعلق بها من أنشطة تدريبية واختبارات موظف الجهاز الإداري للدولة والمجتمع المدني بشمال سيناء. ويهدف أطراف البروتوكول لتوفير الخدمات التدريبية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات للمجتمع المصري بكافة السبل وبأعلى درجات الفعالية والكفاءة الممكنة وبأقل تكلفة.